تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، ويتضمن المعرض عددا من الفعاليات والندوات الفنية والثقافية. المزيد من المتابعة، ينضم إلينا مباشرة مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، ضعني في صورة المشهد الثقافي لديك في معرض القاهرة للكتاب وأنشطته المختلفة. نعم، معرض الكتاب في نسخته 53 وأسبوعه الثاني اليوم يبدأ بالفعل، وما زال يستقبل الزوار الذين تعدى يعني عددهم النصف مليون زائر منذ بداية المعرض. ربما يعني كما تحدثنا خلال الأيام السابقة عن الفعاليات الثقافية والمختلفة والندوات وإقبال الزوار على الكتب ودور النشر المصرية وغير المصرية داخل معرض الكتاب، ولكن ربما يبدأ الأسبوع الثاني في معرض الكتاب بندوة مختلفة وخاصة، وهي ندوة تكريم المبدعين للمبدعين الكتاب في معرض الكتاب في نسخته 53. وتختلفت بالطبع الجوائز من جوائز التأليف المسرحي أو جوائز الإبداع النقدي أو جوائز حتى القصص المختلفة، لذلك كان هناك تكريم بحضور دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وأيضا الدكتور هشام الحاج، والذين حضروا بالفعل تكريم المبدعين للكتاب سواء كانوا من صغار الكتاب أو حتى من الكبار. اختلفت أيضا الندوات اليوم، لم تتوقف فقط عند هذه الندوة، ولكن كان هناك أيضا ندوات لبعض الكتاب في المعرض ومناقشة الرؤى والأفكار المطروحة سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو حتى بعض الندوات الرياضية. أيضا يعني ربما حاز جناح الخاص بالأطفال على يعني الضوء أو الأضواء كاملة في هذه النسخة نظرا لاستقباله لجميع الأطفال، وأيضا توفير النشاطات الترفيهية من التلوين والرسم وأيضا الكتب الخاصة بالأطفال سواء كانت المقروءة أو المسموعة. أما بالنسبة للأعداد كما ذكرنا فتخطت النصف مليون زائر منذ بداية المعرض، وبالأمس فقط كان هناك أكثر من 80,000 زائر. ولا يتوقف أيضا المعرض عند الزيارة الفعلية أو الحضور الواقعي للمعرض، ولكن هناك أيضا الزيارات الافتراضية على المنصة الإلكترونية التي وصلت حتى الآن منذ بداية المعرض إلى أكثر من 80 مليون زيارة. ولكن التسجيل والأرقام المسجلة رسميا لحضور وحجز التذاكر عن طريق المنصة الإلكترونية وصل تقريبا لما يقرب من 100,000 تذكرة أو حجز على المنصة الإلكترونية، بالإضافة لزيارات مختلفة للجولات الافتراضية للكتب وللمعرض بشكل عام عن طريق المنصة الإلكترونية. كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري من مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب، شكرا لك.